من هنا مشيت نقابة المهن الرياضية في خطوط متوازية على أساس إنها ترعى كل العاملين في مختلف المهن الرياضية، وبمناسبة تشريفكم اليوم بما فيها جزئية الإعلام الرياضي. إحنا النهاردة في النقابة العامة للمهن الرياضية في المؤتمر الصحفي الخاص بعنوان النقابة بين الأمس واليوم لمناقشة النقابة امبارح كانت ايه والنهاردة بفضل الله اصبحت ايه. طبعا المؤتمر برئاسة الاستاذ الدكتور فتحي ندى النقيب العام للمهن الرياضية والنائب بلجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، بحضور ممثلين عن شركة يوني كير اللي هي بتتولى مشروع الرعاية الصحية لأعضاء نقابة المهن الرياضية. أنا بعتبر أن المقر الجديد بشكله اللي حضرتك شايفه ده نقلة نوعية لقطاع الرياضة خاصة في نقابة المهن الرياضية. سبب الدعوة الرئيسية أن احنا عايزين نقول للناس أعضاء نقابة المهن الرياضية أن هناك مظلة للرعاية الصحية وبخاصة لأصحاب المعاشات على مستوى الجمهورية الممثلين منهم لأعضاء نقابة المهن الرياضية.